صباح الخير مشاهدينا، فقرة جديدة من أوروسكوب بقدم لكم إياها على أمل تكون حملتكم مع كل الأخبار الحلوة. منبلش فقرتنا مثل العادة مع برج الحمل. توقع اليوم خبر حلو كتير بيقلب لك نهارك للأفضل، فحركة الكواكب اليوم بتبشرك بربح مادي منك متوقعه، وهالشي برد لك البسمة على وجهك بعد ما قطعت عليك فترة صعبة نوعا ما. أما عاطفيا عم بتعيش فترة رومانسية مع الشريك، حاول إنك تستفيد منها وعبر له من خلالها عن مشاعرك. برج الثور، ما تستعجل اليوم وتخلص كل شغلك تما توقع بأغلاط وتتسجل عليك. عندك شوية مشاكل اجتماعية بتطلب منك تفكر بكيفية حلها. بتهتم اليوم بحضور بعض الاحتفالات والندوات وبتعتبر حضورك من الأولويات. كل هالمسؤوليات رح تخليك تمرق بضغط مستمر، المهم تعرف تسيطر على أعصابك تما يأثر هيدا الشيء على علاقتك بالشريك. مننتقل للجوزاء، ما تتردد بطلب أي مساعدة أو خدمة من أحد الأشخاص طالما عارف أنه حتحصل عليها. كون قريب من الشريك وعبر له عن مشاعرك، فهو بحب يسمع حكيك الحلو. أما على صعيد الصحة، صار لازم تعمل فحوصات الطبية الدورية لتطمن على صحتك أكثر. عزيز السرطان، الروتين بشغلك عم بيخليك تتراجع وعم بيشكل لك مشاكل مع الزملاء والمسؤولين عنك، فحاول تعالج الموضوع بأسرع وقت ممكن. أما على صعيد الحب، ممكن التعب النفسي اللي عم تقطع فيه أثر على علاقتك بالشريك، فحاول إنك تفصل بين شغلك وعلاقاتك بشكل عام. أما الأسد، اليوم من أحد أفضل الأيام بالنسبة لك، فكون مستعد لعرض عمل جديد مقابل شغلك الحالي يلي حيكون دعم لك بوجود المصاريف الكتيرة. أما عائليا، بتنظموا اجتماع أو غدا كبير وبتتلاقى العائلة الكبيرة مع بعضها بعد ما بعدتوا بالفترة الماضية عن بعض. منوصل للعذراء، بتفتش على معلومات مهمة بتساعدك تتقدم بمشاريعك المستقبلية، فحاول انك تسأل قد ما فيك ناس فيهم يساعدوك بهذا المجال او اطلب استشارات من ذوي الاختصاص. اما صحيا، ما تهمل صحتك وحاول انك تخفف الاكل الدسم وخاصة بالليل. الميزان، حاول انك تستغل وجود احد الاقارب المهاجرين بلبنان وحاول انك تزور معه الاماكن السياحيه، من ميله بتكون عم تعبي له وقته وتنظم له المشاريع، ومن ميله ثانيه بتكون عم تموه عن حالك بعد الضغط والمسؤوليات الكبيره يلي قطعت فيها بالشغل. ننتقل لعزيز العقرب، من الصعب انه تاخذ اي قرار بالوقت الحالي وخصوصا من ناحيه الشغل، فالجو متوتر كثير وخاصه بعد المشاكل يلي صارت وتبديل المدير القديم بمدير جديد وبالتالي جاب معه تغيرات كثيرة. حافظ على هدوءك وتاخذ قراراتك بطريقه سريعه، فجرب قد ما فيك خذ وقتك وفكر بالمواضيع قبل ما تقرر. صديقي القوس، بتطبق عليك هالفترة صفة المتهور والمتسرع، فكل المغامرات اللي كنت عم تحلم فيها وما كان عندك الشجاعة انك تعملها بتقرر انك تنفذها تما تقطع اي شيء بحياتك وتندم عليه بعدين. الجدي، عندك مواهب وقدرات كتيرة بتحاول انك تستفيد منها لتطور مهاراتك بالشغل وتتقدم فيه. اما علاقتك بالشريك عم بتطور وتتحسن بعد ما قطعت بفترة صعبة، لكن بالنهاية ما رح يصح الا الصحيح. الدلو، انت بكامل اناقتك اليوم وبتلاحظ نظرات الاعجاب عم تلاحقك وين ما بتكون، كما انه ممكن تتعرف باحد الاشخاص اللي بتتطور علاقتك فيه بسرعه لقصه حب وارتباط جدي. واخيرا مع برج الحوت، انت محظوظ وخاصه بحياتك العاطفيه، بتحس اليوم انك اقرب للحبيب من الفتره الماضيه، اما اذا كنت اعزب فيمكن يدق قلبك وتتلاقى بفارس احلامك بالصدفه، فكون مستعد للمفاجاه. على صعيد العمل، بتكتشف اغلاط زميل سابق لك وبتحاول تعالج الامر وبتنجح وبعود الفضل لخبرتك الكبيره. أما مولود اليوم، من صفاته بحب الشغل والحركة، بيسيطر على كل يلي حواليه بلا ما يكون قاصد، بيعشق الحياة والسهر وبيعرف كيف يستفيد من اللحظات الحلوة. إنسان مزوق أنيق، بيحترم كل الناس يلي حواليه وما بيجبر إنه حدا يحترمه. حب أذكركم أنكم فيكم تتواصلوا معي عبر الإيميل horoscopelian@hotmail.com إذا عندكم أي سؤال بخص برجكم أو عالم الفلك، وأنا بلاقيكم بكرة بمعلومات جديدة وفكرة جديدة من أوروسكوب.